بالضرب والهروات اعتداء قوات على الكفاءات امام مجلس الخدمه الاتحادي. يتم إذلالهم بطريقة مخزية بصراحة بحق الحكومات المتعاقبة على العراق. أحزاب السلطة والأحزاب اللي تمتلك أدوات تمنح الفرصة للناس القريبين من عندها فقط حتى تحافظ على جمهورها وتحافظ على وسائلها السياسية. مجلس الخدمة الاتحادي المفروض هو يحل هاي المشكلة، لكن للأسف هي الأدوات نفسيته والأحزاب نفسيته والمتسلطين والحاكمين نفسيته.